لكم وتتبعي جدد أصوات ميديا كما عادتنا. باقي حاليا نحن كنتواجدوا بالمنطقة ثلاث يعقوب، التقينا بمجموعة ديال الفاعلين الجمعويين والسياسيين. دابا بيتك معنا واحد الفاعل الجمعوي بيوضح الرأي العام وبخصوص المساعدات. سي اسمك الله؟ سي عبد اللطيف، تفضل وضح لنا اشنو الفكرات اللي كتعيشوا، ووضح لنا حتى الوضعيه ديال المساعدات اللي كتقوموا بها حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء كنقدموا تعازينا لجميع العائلات ديالنا في المناطق المنكوبه، وكنقدموا تعازينا للحركه كذلك لصاحب الجلاله، وكنشكروا صاحب الجلاله على هذه المجهودات الجباره وعلى التعليمات ديالو الساميه اللي عطاها من اجل انقاذ الضحايا والمنكوبين في هذه المنطقة. وكذلك كنشكر السلطات المحلية على رأسها عامل الإقليم ورئيس الدائرة ورؤساء الجماعات والسلطة المحلية، وكنشكر كذلك الوقاية المدنية، الدرك الملكي، القوات المسلحة الملكية. كيف ما كتشوفوا معنا الآن راه المساعدات كتجري على قدم وساق، كتوصل للمنطقة يعني بدون استثناء. الحمد لله المساعدات كلها كتوصل للمنطقة المنكوبة اللي هي ثلاث يعقوب اللي هو المركز، كتوصل على 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 واحد المستوى كبير جدا. الإشكال اللي كاين عندنا حنا في هذه المنطقة هذه، أو بالمنطقة غادي نخص بالذكر المنطقة من بين المناطق اللي كاينة، هو عندنا منطقة الجوكاك اللي هو واد أكنديس. جميع الطرق اللي كتتدي للدواوير فهي مقطوعة تقريبا كاملة. الإشكال اللي كاين هو أنه كنوصلوا حاليا المؤونة كنوصلوها غير بالدواب باش كتوصل، ولا كنحملوا على الاكتاف. هنا هادو بالنسبه للخيام، بالنسبه للعائلات اللي ما بقاش عندهم المأوى. وكذلك راه كنوصل واحد الرساله على انه راه جميع المساكين اللي كاينه في المناطق راه هي غير قابله للسكن، فلهذا الناس راه كتبات في العراء. وكذلك راه كتشوفوا بانه راه المساعدات راه كتواصل، وراه الخيام بدات هنايا كذلك وصلت، وراه الدرك الملكي تيقوم. الدرك الملكي حاليا راه تيقوم يعني على الخدمه ديالو، كنشكرهم بزاف، وكنتمناو ان شاء الله انه راه المساعده جايه، غدا جايه، الخيام كذلك جايه، المروحيات راه هي خدامه، يعني خدامه على قدم الوساق، كتقوم بحمل الجرحى من المناطق اللي هي منكوبه اللي ما يمكنش توصل لها سيارات الاسعاف. هذا هو الاشكال اللي عندنا، لانه الطرق كلها مقطوعه اللي كتدي للدواوير. فالتضاريس ديال المنطقه عندنا هي اللي زادت ازمات من صعوبه ديال الوصول ديال المنطقه. فانتم كيف ما كتشوفوا على انه راه المنطقه كلها شبه كيف ما كتشوفوا راه المنطقه كلها مدمره، كيف ما كتشوفوا معنا. هذا المركز ديال ثلاث يعقوب، السوق يعني ما كاين حتى شي، يعني حتى مركز يعني بانه راه كاين، لا من دار الأمومة ولا من المدارس ولا من جميع المرافق العمومية كلها، فهي سويت بالكامل. حنا أملنا في الله سبحانه وتعالى أنه الناس اللي باقين في الحياة على أنه راها فيهم البركة إن شاء الله. وحنا راه مغاربة كنوضوا، وغادي نعاودوا كنطيحوا وكنوضوا، وغادي نوضوا، وإن شاء الله أزمة وغادا تمشي. فما كيف ما كتسمعوا معنا حاليا الصوت ديال المروحيات، فهي كتقوم باجلاء يعني الناس اللي هما مصابين اللي ديجا عندها قصور. كنطالبوا غير فقط من السلطات انه تحاول تكتف، لانه كاين بعض المناطق اللي حاليا باقا ما وصلتهاش المؤونه، وكنطالبوا منهم على انهم يتواصلوا مع الفاعلين الجمعويين وابناء المنطقه، لانه هما اللي عارفين التضاريس ديال المنطقه، وهما اللي غادي يقدروا يفيدوهم باش انه كيفاش نديروا نوصلوا المؤونه لهذوك الناس. لانه اهم حاجه حاليا وهو انه المؤونه توصل، لانه الطرق حتى الا بغينا نحاولوا نطلقوها دابا راه ما يمكنش ليها توصل، ما يمكنش كانك الطريق انك تفتحها. تحيه السي عبد اللطيف، شحال تقريبا ديال المتكينه في مازال هناك بعض، كاين شي بعض مازال الضحايا اللي كاينين تحت الانقاض حاليا وصدرت منهم الروائح، لانه ما بقيناش قادرين حتى كيفاش نديروا نوصلوا لهم، لانه غير حنا الناس ديال الدوار هما اللي خدامين. الناس ديال الدوار اخر ضحيه اللي كنا جبدنا البارح وهو يعني الشيخ ديال المنطقه، ثلاثه الناس اللي كنا جبنا البارح يعني بعمل
مجهودات ديال السكينه، لانه تعذر وصول السلطات عندنا، لانه بحكم انه كيف كنا كنقولوا الطريق ما كايناش. ولكن الحمد لله بالنسبه للمساعدات راه وصلت، يعني بالنسبه للمؤونه راه وصلت، حاليا راه الخيام حتى هما خديناهم وخدينا كل شيء. بالنسبه للمنازل اللي تسقطات جراء هذا الزلزال هذا وما استطاعتش الوقايه المدنيه باش توصل لها، كيفاش كديروا انتم كجمعيه المجتمع المدني انه بحال دابا كنشوفوا دابا هذا المنزل اللي قدامنا، واش كان في ميت فيه شي حد هذا؟ هذا كانوا فيه جوج الاشخاص اللي كانوا توفوا. هذا الغد اللي فاش كان وقع الزلزال، يعني ليله الجمعه يوم السبت صباحا، قاموا بانتشال الجثث، قاموا بانتشال الجثث من هنايا. كنطلبوا من المغفره لهم ان شاء الله تعالى. اما بالنسبه للمناطق اللي هي ما يمكنش لها توصلها سيارات الاسعاف المساعدات، راه كنمشيو يا اما عن طريق الدواب ولا كنمشيو على رجلينا، وحتى المصابين راه كنقوموا بحمل ديالهم على طريق الاكتاف باش نحاولوا انه نوصلهم من الطريق. وفعلا كنلقاو سيارات الاسعاف كتقوم بالحمل ديالهم، لانه كيف كنا تنقولوا راه الله يكون في عوان السلطه والله يكون في عوانهم، يعني راه صراحه راه الله يكون في عوانهم، لانه راه صعوبه التضاريس، راه تنقولها وتنعاود نقولها، راه صعوبه التضاريس، راه ما يمكنش حتى انك توصل المساعدات، راه كتجي حتى السوطر ديال ثلاث يعقوب، راه غير بالنسبه للمنطقه اللي عندنا حنا كيف حاليا. الا كتشم معايا الرائحه، حاليا كتشم معايا الرائحه، لانه كاين جثث، يعني دابا جثث حاليا تماما، يعني انت في هذا المنزل، يعني انت دابا حاليا راك كتشم الرائحه، يعني تخيل معايا المنظر كيفاش تيكون. لا من اجل السلامه ديالك بعدا ما كاينلاش نطلعوا الفوق، لانه تقدر مثلا شي بلاصه اللي كانت خاويه تنزل. لهذا تنقولوا حنا راه الصعوبه ديال التضاريس هي اللي خلات انه حتى انك الا بغيتي تقدر تنقذ الناس، الصعوبه هنا فين تكمن. لهذا كنطالبوا من الناس انه شويه ديال الصبر والتكاتف وتضافر الجهود، والمواطنين يتعاونوا مع بعضياتهم، غير نتعاونوا مع بعضياتنا ونعاونوا السلطه، واللي لقينا نعشقوه نعشقوه، واللي توفى الله تغمده الله، والله يجعلهم من الشهداء ان شاء الله. وكنعاود نجدد الشكر ديالي لجميع السلطات، وكنشكر المغاربه كاملين، والله الا يعني فرحنا بزاف وبنا جسد واحد. شكرا لكم كاملين، والله الا اخص بكل شيء، يعني من طنجه للقويره، يعني كنت يعني قسما بالله الا ايشوا. حنا كطاقم السي عبد اللطيف فهنت جمعوي بمنطقه ديال ايجوكاك وادي اكدس، جينا حنا والله الا فرحانين لوراح الدرجه لا تصور، لانه تلقاو سيارات كبيره خفيفه وهزين مساعدات وهزين الناس اللي خلاو خدمتهم وجايين خدمتهم وجاو من المناطق اللي هي بعيده، وخلاو يعني بلاصه اللي قريبه انهم يقدروا يساعدوا الناس، وجاو لهذه المنطقه اللي هي متضرره بزاف. والله الا مغاربه بزاف، وبينوا على اللحمه ديالهم، وبينوا على التمغربيت ديالهم، وبينوا على الوطنيه ديالهم، وبينوا على انه راه الملك وشعب، فراه هو شخص واحد جسد واحد. شكرا السي عبد اللطيف فاعل جمعوي بهذه المنطقه ديال ايجوكاك، كما كتشاهدوا متتبعي جاده اصوات ميديا مباشره من والله الا كنشم الرائحه، انا لله وانا الي راجعون. والله الا كنشم رائحه ديال الجثث في هذا المنزل هذا، ولا لا والله الا كنشم رائحه ديال الجثث، انا لله وانا اليه راجعون. كما كتشاهدوا هذا المنزل، قال لك طاحوا فيه جوج ديال الاشخاص اللي ماتوا فيه، انتم كتشاهدوا الروائح جد 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 كريهه، ولكن ما قدرناش نقولوا بانه نبعدوا، ولكن لانه تتشوف مغربي تحت الارض، تتشوف ولد دمك جا معنا ما شاء الله. والله الا خاني التعبير، ما باقيش قدرت نعرف نتكلم. اذا غادي نخليكم متابعين جديد اصوات ميديا دائما مباشره من هذه المنطقه. غادي نطلعوا دابا نلتحقوا بفاعلين جمعويين كيتسناونا في السونتر ديال ثلاث يعقوب. حنا دابا جينا غير في الدخله ديال ثلاث يعقوب، كيتسناونا فاعلين جمعويين باش نحاولوا ما امكن نعاودوا نعطيكم شي مستجدات حول المنازل وحول الضحايا وحول كاع اي حاجه اللي كانت تما، غادي نصورها لكم مباشره. تحيه حب وتقضي وفاء واخلاص، عبد اللطيف سحنون، السلام عليكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.